أعلن المتحدث باسم الرئاسة عن عقد قمة مصرية يونانية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بمدينة العالمين الجديدة في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة العالمين الجديدة على مشروع قرار رئيس الجمهورية باستنزال بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بإجمالي نحو 2829 فدانا ونصف فدان بمحافظة جنوب سيناء ونحو 48 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر من الأراضي التي تقع في ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية لتعود إلى أصل كأملاك دولة خاصة، وذلك بهدف استخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. استعرضت وزيرة الدولة للهجرة سهى جندي خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة تقريرا حول مؤتمر المصريين في الخارج الذي اختتمت فعاليات نسخته الرابعة مؤخرا. وأشارت الوزيرة إلى أن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج شهدت مشاركة نحو 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج. استعرض وزير التنمية المحلية هشام آمنة تقريرا حول ما حققه البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك حتى نهاية شهر يوليو الماضي. وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعي الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، موضحا أن البرنامج نفذ منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي 206,000 مشروع في المحافظات بقروض اقتربت من 26,800,000,000 جنيه. وفرت هذه المشروعات 1,600,000 فرصة عمل. كثفت السلطات الصينية عمليات واسعة النطاق للإنقاذ والبحث عن المفقودين بعد أمطار هطلت على مختلف أنحاء بكين في الأيام الماضية. كانت الأغزر التي تشهدها منذ بدء تدوين مؤشرات الطقس قبل 140 عاما، ولم تسلم الصين مما شهدته دول عدة حول العالم في الأسابيع الماضية من الأحداث المناخية الحادة التي يعزوها علماء إلى تبعات تغير المناخي. وأدت الأمطار والفيضانات إلى مقتل 22 شخصا على الأقل، غالبيتهم في العاصمة. تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية عقب فوزه 2-1 على الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية. سجل ثنائية الهلال سيرجي ميلينكوفيتش وروبين نيفيز، في حين سجل سيف الدين بوهرة الهدف الوحيد للوداد. وبهذا الفوز ضمن الهلال تأهله إلى ربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، في حين توقفت مغامرة الوداد عند دور المجموعات برصيد 3 نقاط في المركز الثالث.